أهلا بكم إلى توقعات فصل الشتاء 2021-2022 من طقس العرب. هذا الشتاء يتميز بكثرة التقلبات والتباين الجوي في فترات عدة، كما أن هناك فترة باردة ونشطة متوقعة يعتقد أنها ستكون في شهر 1 أي يناير كانون الثاني. هذا الشتاء يتوقع أن يتميز بتواجد المرتفع الجوي السيبيري في أوقات عدة، كما أن هذا الشتاء إحصائيا من الناحية الثلجية لديه فرصة عالية لأن تتعرض مرتفعات المملكة لتساقطات ثلجية. من ناحية الأمطار فإن الأمطار هي حول إلى أقل من المعدلات، بينما درجات الحرارة ستكون حول إلى أبرد من المعتاد. توقعات الأشهر شهرا بشهر بالتفصيل، نبدأ بشهر كانون أول ديسمبر، حيث من المتوقع أن ينتهي هذا الشهر بأمطار حول إلى أقل من المعدلات وتكون درجات الحرارة حول إلى أبرد من المعدلات، في حين أن فرصة السيول في هذا الشهر تبدأ ضعيفة لكن تصبح متوسطة مع منتصف الشهر وترتفع إلى عالية مع نهايات هذا الشهر، في حين أن فرصة التساقطات الثلجية غير موجودة حتى النصف الأول. بعد النصف الأول ترتفع بشكل تدريجي وتصبح متوسطة إلى عالية مع نهايات هذا الشهر، وخاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية في بلاد الشام. أما بالنسبة لشهر كانون الثاني يناير، فمن المتوقع أن تكون الأمطار حول المعدلات، في حين تكون درجات الحرارة في هذا الشهر أبرد من المعتاد بشكل ملحوظ، وترتفع فرصة السيول تصبح ما بين متوسطة إلى عالية، كما وأن فرصة التساقطات الثلجية إجمالا في هذا الشهر إحصائيا مرتفعة بالنظر إلى سنوات التشابه السابقة، إذ أن 45% من هذه السنوات المتشابهة تساقطت بها الثلوج في مرتفعات المملكة في شهر يناير. أما آخر أشهر فصل الشتاء شهر فبراير شباط، فمن المتوقع أن تكون الأمطار حول إلى أقل من المعدلات، في حين تكون درجات الحرارة ما بين حول إلى أدفأ من المعتاد، ويتميز هذا الشهر بكثرة التقلبات الجوية فيه. أيضا يتوقع أن تكون فرصة السيول في هذا الشهر متوسطة إجمالا، وتبقى فرص الثلوج إحصائيا في هذا الشهر ما بين متوسطة إلى عالية، إذ أن 50% من سنوات التشابه لهذا الفصل تساقطت بها الثلوج في شهر فبراير شباط في تلك الأعوام. هذه كانت توقعاتنا واجتهاداتنا بالنسبة لفصل الشتاء القادم، نسأل الله أن يجعله فصل شتاء خير وبركة عليكم، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. كل عام وأنتم بألف خير.